فنانة أمانة الحكيم، نحكي عن تحضيراتك دراميا، دراما التلفزيونية للموسم المقبل. انتهيت السنة من تصوير عمل حريم الشاويش مع المخرج أسعد عيد. العمل بيئة شامية، بس يعني طرح صورة البيئة الشامية بصورة جديدة شوي. المميز فيه إنه عمل لا يخلو من الطرافة، يعني نحن متعودين على أعمال البيئة إنه أكشن وهالقصص وكذا، لا هذا العمل فيه جانب كوميدي خفيف، حسيته جديد نوعا ما. وحاليا أنا بصدد إنهاء تصويري بمسلسل فرصة أخيرة مع المخرج فهد ميري، طبعا العملين لشركة خبان للإنتاج الفني، وإن شاء الله يعني بعد هالقطعة أو هالغيبة، يعني كله بيقول لي قطعتي أو تركتي أو كذا، إن شاء الله يعني ينول استحسان المتلقين. وبدي أسألك، أنت كان في لك غياب، طبعا سبب غيابك مش اعتزال، سبب غيابك هو بحثك عن نص أو شخصية، شو اللي جذبك مثلا بمسلسل فرصة أخيرة؟ أول شيء أنه بعيد تماما عن موضوع العنف والأزمة وهيك. ثاني شيء أنه عم يطرح صورة اجتماعية حلوة الآن، لو أننا نحن يعني بهذا الوقت نشوف صورة اجتماعية سورية حلوة، قصة حب لطيفة، يعني نشوف مجموعة علاقات إنسانية تقاطعاتها. حبيت لأنه في شيء شوي بيشبهني بهاي الشخصية، إضافة إلى أنه الجروب كتير مهم، نص خفيف وحلو يعني على قلوب المشاهدين وهيك، فلقيت أنه ممكن. قيل بأنه سبب انقطاعك سابقا عن العمل هو شروطك الصعبة، هل هذا صحيح؟ شو هي هيدا الشروط الصعبة؟ أشعات. لا والله مو الفكرة، الفكرة أنه أنا شوي مو شروطي، يعني شوي بحب، يعني لما بدي جسد شيء يكون أنا حاببته يخدم مجتمعي بطريقة أو بأخرى. طرحت قصة سلبية المرأة السورية بشكل كتير كبير، خاصة ضمن الأزمة، وأنا هاد يعني وجع لي قلبي وراسي بفترة من الفترات، لأنه مثل بتقولي إنه ما بقى عنا شخصيات نسائية إيجابية تحكي عن طبيعة البنت السورية، عن شهامتها، عن أصالتها، عن تربايتها، عن ثقافتها. رحنا لجوانب كتير سخرت سلبيات، فما حبيت ابدا اني يعني كون شريك بهذا الشيء. بحب انا اروح للقصص اللي ممكن انه تدخل على كل بيت برحابه صدر، يعني ويكون في شيء مريح عند المتلقي. حضرتك بتقدمي برنامج طبعا الفنانة عبير، احد اهم الاسباب اللي عم تقولي لي انه انا يعني انقطعت او شيء، انه انا اول شيء بسال انه مين في سالت عرفت انه طبعا من الاشخاص، او كلهم طبعا نجوم على سلامتهم بالعملين الحقيقه، بس انا حدا كتير بيهمني يعني يكون في جو مريح، جو اسروي باللوكيشن، يكون في نوع من الهارموني بينك وبين الممثل اللي ممكن يكون شريكك بمشهد. فلما كنت افتقد هاي القصة ويجيني مثلا نص ما كتير بيوافق معاييري، كمان تجي الأمور المادية تكمل على باقي الأمور، فتلاقيني أوت. حضرتك بتقدمي برنامج إذاعي نجمة الليل، بتتواصلي بشكل مباشر مع الجمهور، كيف ممكن قدر هيدا البرنامج يغير أو يعدل بعض الأشياء بأفكارك حول الدراما أو حول مشاركاتك كممثلة؟ شوفي، هلأ برنامج نجمة الليل كمان سبب مهم، لأنه أنا أتمسك أكثر بموضوع المعايير اللي أنا بحب أني أطرحها، خاصة على أولاد مجتمعنا، لأنه أنا بالبرنامج مثلاً بسلط الضوء على كتير قيم ممكن تكون انهارت بمكان ما أو تعتم عليها بوقت ما، فبرجع بوعيها، برجع بضوي عليها، برجع بناقشها، برجع بفيقها. في كتير قصص بهالأزمة، صار في عنا تفكك اجتماعي، صار في علاقات اجتماعية
ما أنا بالقالب الصحيح. صار في خطورة على الحياة الاجتماعية بشكل عام، فهذا الشيء انتقل باللاوعي عندي إنه كمان يتجسد بالدراما، يعني عرفتي شو، مشان ما كون أنا عم أحكي شيء وعم أعمل شيء تاني. هلأ كتير بيقولوا لي إنه ما شرط أو ما أنا هم، والممثل بيشتغل كل شيء، بس سبحان الله إني أعمل شيء يكون مرتاحة فيه وحاببته أريح إلي أنا كروح، أفضل من إني ما بقدر جسد شخصية مو حاببتها أو ما بحترمها.